إنهاء الموسم بكل نزاهة لمن ستكون له الكلمة النهائية في لمن ستكون له الكلمة الختامية في نهاية المطاف. وكرة طويلة صعبة ممتازة والهدف الأول، الهدف الأول لصالح شبيبة الثورة، هكذا تفعلها الشبيبة عن طريق زيدي. الهداف زيدي ليسجل 7 أهداف إلى غاية الآن، يفتتح مجال التهديف، يفتتح مجال التهديف زيدي ويتمكن من تسجيل 8 أهدافه في هذا الموسم. هدف جاء بطريقة مباغتة مفاجئة عن طريق كرة غدارة نكارة سكنت مباشرة شباك الحارس هنان. هيا الإعادة، شوف كرة طويلة، المتابعة من زيدي والرأسية مباشرة تسكن في شباك الحارس هنان من كرة غدارة نكارة مباشرة في شباك الحارس هنان. شبيبة الثورة هدف، جمعية وهران 0. انظر الخطأ فادح.